منهج المؤلف في هذا الكتاب يتلخص فيما يلي: أولاً، اعتمد في الاستدلال على الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف. ثانياً، جودة ترتيب الكتاب ودقته في العرض، حيث قسم الكتاب إلى أبواب، كل باب له عنوان مستقل، عدد الأبواب 67 باباً إذا جعلت المقدمة باباً. والمصنف رحمه الله يسمي الباب ترجمة، ولهذا يقول: عنوان هذه الترجمة، هو سماها باب ويسميها ترجمة، كذا حفيده الشيخ سليمان يسميها ترجمة، كما قال في باب الخوف من الشرك، قال رحمه الله: مع أن الترجمة تشمل النوعين. وقد شبه أحد علماء الهند هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري، للشبه بينهما، للتشابه بينهما. وهذا ظاهر في أن الشيخ جعل هذا الكتاب كصحيح البخاري، من جهة أن البخاري يترجم بالآية ويترجم بالحديث، والمصنف كذلك أحياناً يترجم بالآية ويترجم بالحديث. البخاري ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بدأ بالتبويب، المصنف كذلك فعل في هذا الكتاب. ثم ما ساقه من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أئمة الإسلام في فهم هذه الآيات، كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، فيستشهد بأقوال الصحابة والتابعين في فهم الآيات والأحاديث. ثالثاً، رتب الكتاب حسب أهمية الموضوعات، مبتدئاً بالأهم فالمهم، فرتبه على هذا النسق. ورابعاً، ذيل كل باب بمسائل، وهذه المسائل هي عبارة عن أحكام وفوائد استنبطها من شواهد الباب، وقد رتب هذه المسائل حسب ترتيب الشواهد. هذه المسائل فيها علم كبير وفوائد وقواعد وأصول وضوابط مهمة لطالب العلم ينبغي أن يعنى بها ويفهم الباب من خلال فهم هذه المسائل المستنبطة. هذه المسائل المستنبطة منها ما أطال فيه المصنف، كما فعل في باب تفسير التوحيد، استنبط من هذا الباب 30 مسألة، وأحياناً يستنبط دون ذلك، أكثرها هذا الباب، وبعض الأبواب استنبط مسألتين، كما في الباب 27 والباب 56. ومن العلماء من عني بهذه المسائل، بل أفردت في مؤلفات خاصة، وكذلك الشراح كثير منهم عنوا بهذه المسائل المستنبطة.